أكدت وزارة المالية تمويل الموازنة التشغيلية لوزارة الصحة دون أي استقطاع رغم الأزمة المالية الراهنة. الوزارة وفي بيان لها ذكرت أنها قامت بتمويل كل طلبات الأدوية شهريا وحسب العقود التي تصل إلى أقسام المحاسبة وبمبالغ متفرقة، مضيفة أنها اتفقت مع وزارة الصحة على تقديم مشروع قانون الطوارئ لمواجهة كورونا إلى البرلمان، إلا أن المشروع لم يقدم حتى الآن، فيما أشارت إلى أن وزير الصحة طلب مبلغ 300 مليار دينار دون تحديد أوجه الصرف القانوني، إلا أن وزارة طالبت بأن يكون الصرف ضمن الإطار القانوني، وتم صرف 167 مليار دينار.